كابتن اسامه، انت لسه راجع بقى، وعايزين نعرف ما انك بقى الكواليس والحاجات اللي كانت بتحصل هناك. وكمان عايز بص، قبل اي بطوله وبعد اي بطوله اتعودنا احنا كده في النادي الاهلي بيبقى فيه تهيئه نفسيه، سواء من رئيس البعثه مثلا زي الكابتن محمود الخطيب او الجهاز الفني. ايه اللي حصل واحنا رايحين بطوله كاس العالم، وايه اللي حصل بعدها، والتهيئه اللي عملها الكابتن محمود الخطيب والكلام اللي قاله للعيبه قبل البطوله وبعد البطوله؟ هو طبعا المؤشرات باينه من بدايه سفر اللعيبه مطار القاهره. لما تيجي انت تبص على الوشوش بتاعت اللعيبه تلاقي في تركيز كبير جدا. كويس. حته الهزار وعدم الجديه لا ما كانتش موجوده، يعني حته التركيز وبانت في الطياره من بدايه محلل الاداء مساعد بتاع موسيماني، وبيدي كل واحد فيديوهات قصيره عن فرقه الدحيل الاول اللي هتلعبها في اول مباراه في كاس العالم. قبلها بخمس ايام، فانت بتتفرج بتشوف المنافس بتاعك، اللعيب اللي يلعب في مركزك، فبدات اللعيبه تذاكر من بدايه ركوبها الطياره من القاهره. وجود الكابتن محمود كان ليه اثر ايجابي طبعا في الموضوع ده. انت النهارده كمان يعني عايزين بس نرجع، يعني هنتكلم عن الكابتن محمود الخطيب، لكن حته سفرك خمس ايام قبل اول مباراه ده برضو استعداد هناك نفسي، تعيش في الاجواء، تخش في جو البطوله. صحيح. من بدري، وده ما توفرش الفرقه الثانيه كانت بتروح قبل المباراه بيومين. انت النهارده خمس ايام ده اداك افضليه برضو. صح. حته الكورونا جت برضو بنفع كبير. المعسكر هناك كان معسكر نموذجي بمعنى الكلام، يعني احنا واحنا مسافرين متخيلين ان ممكن يبقى الاجواء غير ما احنا سمعنا، او الفقاعه الطبيه لا ممكن يبقى فيه خروج، لكن هناك حته القفله دي على الفريق تماما، ممنوع الخروج، ممنوع حد يخرج، وممنوع حد يدخل، ده ادى تركيز كبير جدا للفرقه. ده معسكر نموذجي لعيب الكوره طبعا. انت في اجواء يعني غير الكورونا، هتلاقي مصريين، هتلاقي محبين. أيوة. هتلاقي قرايب في المعسكر. لعيب ما اعرفش حد جايب له حاجه، لعيب قاعد عنده في الاوضه، لكن ما شفناش الكلام ده خالص على مدار 15 يوم طول البطوله، فده ادى تركيز كبير للبطوله. دي كلها عوامل. صح. بتساعد في وصول للهدف او وصول للنجاح اللي انت عايز توصله. طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني كان رئيس بعثه النادي الاهلي في كاس العالم مرات كتيره، عنده طبعا حضرت خبرات انت مره في 2006 2005 و2006 كان موجود معانا. مظبوط. وكنت بقول لحتى الكابتن علاء يعني الجيل ده يعني غير جيل 2005. 2005 كان خدنا الخبرات في 2005. مزبوط. لما رحنا 2006 المره الثانيه. لكن دول ما شاء الله عليهم من المره الاولى. دور الكابتن محمود الخطيب ظهر اكتر مره في الخساره بعد بايرن ميونخ وانت بتخسر. ايه اللي حصل بقى؟ يعني هو دايما كان بيستقبل اللعيبه دايما على باب الاتوبيس وهم طالعين اتوبيس في كل المباريات، وبعد ما يرجعوا في مباراه بايرن ميونخ لا، ده وقف لهم برغم الخساره، سلم على كل لاعب وهنى كل لاعب حتى بعد الخساره. لكن انت لسه هنهم على الاداء طبعا، علشان انت لسه عندك مباراه مقبله، مباراه بتلعب على مركز ثالث ورابع، المكسب بتاعك انت بتكسب حاجات كتير من خلالها. فعلشان كده لما نزلتوا المطار وشفتوا الجمهور دوت ايه اللي حصل؟ ما كانش نفسك تبقى انت لعيب ساعتها طبعًا في الوقت؟ طبعا مسؤوليه كبرت. يعني حتى من اللحظات الحلوه كابتن محمود الخطيب لما وقف والجماهير حيته، راح هو مقدم موسيماني وقدم اللعيب. مظبوط. يعني احنا خلصنا اللقطه دي واحنا في الطريق رايحين الاوتيل، تلاقي احياء طالعه بتشجع الاهلي، طالعين في الطريق بيشجعوا لعيبه الاهلي. لما وصلنا الاوتيل نفس الشكل ده ونفس المنظر باعداد كبيره. فراح الكابتن الخطيب رجع خطوتين ورا، قدم موسيماني وقدم اللعيبه. موسيماني هو طلع كده، راح راجع له خطوتين، قال له دايما النادي الاهلي هيبقى عظيم جمهوره على تلاقيه. طبعا على الشكل. سامع، عايز اسالك على حاجه معلش. اتفضل يا كابتن. كنت بتكلم عن مقاطع الفيديو اللي انت بتاعت ده دور المحلل اداء، المحللين اداء مع اتنين، خلي بالك مش واحد، دول اللي بيعملوا المقاطع دي. طبعا خلي الناس تعرف بس، يعني الناس دي بس مع شركه مع شركة. لا 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 لا، ده هم مخصصين. بص لازم الناس تفهم الدور ده يا جماعة. لان الناس دي الناس يقول لك ايه محلل اداء، ليه اتنين. فالناس لازم تفهم ادي دور محللين الاداء كان بيبقى في حاجة زي دي. ده خلي بالك في واحد كان قاعد في المباريات فوق في المدرج بيصور المباراة وبينقل على طول اول باول، لو في اخطاء في الملعب بينقلها للموسيماني عن طريق الجهاز الفني. معلومة مهمة جدا. علشان على طول يتدارك لو في خطأ في حاجة هو مش شايفها من تحت، دايما الرؤيه من فوق اوضح. على طول ابديت يصلح الخطا. كويس. في ظل الاجواء بقى بتاعت المعسكر واحنا ما فيش خروج خالص ولا دخول. ده طبعا انت قاعد سجن
مده 15 يوم، فانت لازم نخرج بقى من الشكل ده. طبعا اللعيبه في دور والبعثه الاعلاميه والمركز الاعلامي والمجلس الاداره كله في دور، بس في نفس الفندق في نفس الاوتيل. احنا في الاوتيل احنا وفريق اولسن الكوري بس. فالنهارده بدانا نوزع بقى الادوار عشان نقدر 15 يوم يعدوا. فاحنا عملناها كده، وزعناها من الساعه 4 للساعه 5 عندي في الاوضه دي المقراءه بتاعه القران كويس. بنقرا، عملناها عندي في الاوضه كويس. ومن الساعه 12 كله كان بيحضر ولا في حد بيزور؟ لا في، لا يعني معظم الناس بتحضر كويس. ومن الساعه 12 من الساعه 12 للساعه 2 بالليل ده الكافيه عند الاستاذ طارق قنديل في الاوضه بتاعته، ده بقى القهوه والنسكافيه والشاي والطاوله والكلام ده كله. ده مين اوضه مين؟ الاستاذ طارق قنديل. ده الكافيه بتاع المعسكر كويس. وعندنا بقى الكابتن عادل لما يخلص البرنامج ملك وكتابه عندنا من الساعه 2 للساعه 5 الفجر، سميناه صالون القيعي. ده عنده القعده يحكي لنا بقى ذكريات زمان. صالون القيعي. كابتن عادلي يحكي لنا ذكريات زمان. استاذ طارق قنديل طبعا سهير بيفضل السهران حتى طبعا. لا 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 كابتن عادلي ما شاء الله يحكي لنا ذكريات زمانه ولما كان هو مدير للنادي، ويعني حكى لنا حاجات كتير. الشخصيه بقى اللي احنا كسبناها في المعسكر استاذ طارق قنديل. استاذ طارق قنديل طلع ما شاء الله شخصيه يعني، شوفها مجلس اداره لكن بره بقى مجلس اداره حاجه ثانيه مختلفه، خاصه لما كابتن محمود خطيب اداله الملف الامني هناك العميد محمد مرجان جاله كورونا. فهو خلاص بقى المسؤول الامني. فالنهارده كل اللي معدي عليه في الطوره لازم يخبط على الاوضه بتاعته. المسؤول الامني يعمل ايه بقى؟ هو المسؤول المفروض اختصاصاته ايه؟ لا هو مسؤول هناك يعني قام بالدور ده علينا بقى احنا كلنا. بنقول له ازاي يا سياده اللواء هناك؟ نقول له مثلا عايزين نقرب من الملعب عشان نتفرج، ممنوع. كابتن قال ممنوع حد يتفرج الملعب، اتفرجوا من بعيد. قام بقى بدور المهام بتاعته. الحاجه الثانيه طول اي حد معدي في الطرقه يخبط على الاوضه بتاعته. فطول ما واحد يعدي يخبط، فقعدت بخبط عليه لقيته نايم. بقول له استاذ، قال لي نفسي انام لي دقيقتين. قلت له في امن بينام؟ انت راجل لواء ما ينفعش امن ينام. ايوه صح. الشخصيه برضو اللي ما شاء الله يعني في المعسكرات، واكيد الكباتن حضروه كابتن سمير عدلي. كابتن سمير عدلي حاله ثانيه، مربينا حاله ثانيه، حاله ثانيه. صحيح صحيح. كنا موزعين الادوار في الفجر، مره انا اصلي ومره الاستاذ طارق قنديل يصلي. فالاستاذ طارق قنديل جه مره للكابتن سمير بيقول له مين الاحسن في الصلاه يا كابتن سمير؟ انا ولا اسامه؟ فراح قال له انت ما شاء الله صوتك حلو يا استاذ طارق، بس المشكله عندك بتقرا قران اول مره اسمعه. طريقه جديده. فانت في المعسكر في 15 يوم انت يعني في حاجات يعني بنحاول نخرج نفسنا منها طبعا. يعني في تركيز تام للفرقه. ما شاء الله اللعيبه انت بتخلص مباراه تخش على مباراه ثانيه تلاقي اللعيبه اللي بيعمل استشفاء، اللي بيروح عند الدكتور بيعمل علاج، حتى عمليه الاكل كمان الدكتور هناك عبد الرحمن الدكتور التغذيه بتلاقي بنفسه بيحط اكل اللعيبه، هو عارف ده بياكل المقدار بتاع الاكل كذا. بياكل ايه، فهو بيعد الاكل بنفسه. فبصراحه يعني من هنا بنشكر الجهاز كله، المعاون لموسيماني، ناس كلها هناك اشتغلت شغل يعني قوي جدا خلال 15 يوم. انت بتلعب 3 مباريات في اسبوع. صحيح. فانت في ناس وثلاث مباريات خلي بالك من العيار الثقيل طبعا. انت كمان مباريات. اصابه بدر بنون، اصابه بدر بنون جات لك في التمرين اللي قبل المباراه. صح. النهارده كان في قلق شويه، الجهاز الطبي في خلال 6 ساعات بدا ما شاء الله يشتغل ويجهز اللاعب، وتاني يوم كان موجود في المباراه اساسي في مباراه الدحيل، وكان ما شاء الله من العناصر الاساسيه عندنا بدر بنون وظهر دوره يعني المؤثر في المباريات كلها. الكابتن الخطيب بقى قبل ما نيجي خلصنا بطوله، هيئ ازاي اللعيبه هو الجهاز الفني للبطوله الجديده؟ حصل اجتماع على طول اهو، يمكن عندنا احصائيات عن كاس العالم اهو. حصل اجتماع في من ضمن الايجابيات اللي حصلت وجود عمرو السوليه في وبدر بنون في احصائيه هايله عن اللعيبه في كاس العالم والتمريرات. الاجتماع اللي الكابتن خطيب عمله هناك كان بعد المباراه، بعد المباراه بتاعت المركز الثالث، بعد الجمهور زي ما حضرتك جبت اللقطه والجمهور واللي هما بيستلموا الميداليه البرونزيه. قالوا لهم العشرة يا اهلي. كابتن خطيب اجتمع باللعيبه في المعسكر طبعا، يعني اتصرف لهم مكافئات هناك كويسه جدا علشان الاداء الرائع اللي عملوه المركز اللي عملوه، وقال لهم خلاص يعني انت النهارده هنحتفل النهارده وبكره، مجرد نزلنا مصر خلاص لازم تقفل الانجاز ده بتاريخ، ميداليه بتتحط في متحف الاهلي. صحيح. في تاريخ الاهلي، ودايما جمهور الاهلي يعني جعان بطولات، دايما بيتطلع للمستقبل. مظبوط. فنقفل وان شاء الله مهم البدايه بتاعتنا في مباراه المريخ، وهم يعني تواعدوا مع الكابتن او وعدوه يعني ان شاء الله الجاي طبعا كباتن الفرقه الشناوي ووليد سليمان وكل الكباتن الفرقه.